فدات تسلم ها نتايري وكان تسكر مهرجان ولكن تسكر يدوز كواسا مزيغ يدوز كواسا مزيغ اردقيس تموناني مغناس امازيغا خكري قد تسقى تسقوين وامورنا قسم قانا صحراوي قسم جنوب الشرقي قسم ريف قسم اقلس قسم يعني ارن تمونا افد يغلس لنا الدار نغيق اضي النير ازرف النغ ارقيس تحتفل السوم زروين النغ اللي مقرن يقر أمزرو يضني اللسان تحتفل وانا يريقي تراغ تسيغي كبرة ما يليس رغتني غير اللي بهري السوس من هو شعار التظاهرة اللي قال تتليت نوكال نغد أول نوكال أول نوكال يقال هي نووال اللي مو يتسلول لأنه هو اللي يلسر ستسلام الزوغ فعاد التفكيول ولكن أول نوكال أرسي تسلول ديريكت أشكو أسألان غنغد لصل نغيقات وكال ما يلي به رئيس سمن غ ما يزرين غ مس ند نضين نير المناسبة نحتمل دا يضين نير الغلد يسسم يبهرة إكليس تزري ندوة اللي نزري الس يندمرو غ ويورد اللي غصب ويورد اللي كيكران غ سمتو غنير مزير ما يلي سري غتني غيلي إلا نس الحد جاية تغوصا اللي سني غنكي يغدي ويربي قال كلهم يدنسوا لكي لا غيني يوم زروي كي مقورن
المحاضرين نغ كلت لسي الهاشيمي تنمير تنسن بهر قرن يرقز ند اللي السنين ندويات صمدمون الحقيقي أفغن إنسان متقاف تلا درسية تزدايت دوكال وشكون كنين قتر ووكال نكي غي اللي غد نكر غد لان دار نغكري قد تتاغول تيناسا تتقان شكل اللي غرد تبنو تيقمي أرتيك رازق في سنس إغني غ مثلا الدسيغ يان نموذج وران تافت غي كتذكر من يظنيني بلا غدار رغني كنيني مازيغن دار نغ مثلا يان المكان راسل تيني وكوك إلا قيسو كوك غير واسف وكوك واسفي غزل وكوك مولاي شوف تتلايت نوكان غدار نغني كنيني مازيغن إلي دار نغ إغنينا إغن الدس عرن تنتلق من الموضعين وسمس الإقليمين وسمس الوطنين ونغدامورين وكل أرتي تقلق من أمور مزين سواد مقور من ليغان شمال إفريقيا أرتي الدغار نتفاقك الكل تاريسا وانا تمزل ما يتسري غد تنيغ تنمير تمقور البهري بما تنغسي الهاشيمي بلا شكل ندار نخطوصيات غمس يدرس بقصد لحسب تتليت الوكل انا بغيت نعرف شنو هي واش دايره شي يعني من خلال الانتفاعه هذا واش دايره شي مبادره توجه لهاد الناس هادو يعني واش غادي تمشي عندهم ولا غادي تمشي تبادر ولا غادي تمشي حاجه ونسمع بان كاين شي تبادر ولا ما عرفتش والله سيس نوكو سيس دايما تيوي سيد داري مازال ابتداء هي الدراسه هي ميزان سيستم بالنسبه للفنانه ممكن نسلي غد اللي غما خايفي غور تسن الفنانة المازيغن غور تسن تشكو إيجا بلد مقصودة نور تسن اللي غد الفنانة مازيغن أنا أريد دوس المهرجانة تقرن اللي غد تسن أريد سقرا غد قرن الفنانة يغن غما فالتسن الفنانة مازيغن أنا الجمعية فيما يخص تظاهر السهرة الغساء أتمنى إن شاء الله هي النجاح القرن للمناسبة يد أتمنى كذلك الاستمرارية أدرد الشكر للبنات اللي نقوم بالمناسبة الجمعية التيري وكال فيما يخص الجروب لارياش فلي ظلبهم من غليتي تني طلبهم اللي دارنا غي كوران اورتيكا غوان الزنزال وكادير 29 فيفراير 1960 وغوان غي كوران سكر خصو الاغاني يومين من بعد انما غوان ما في تسكر اشكو ظرف التي الزنزال هي الفنان الوحيد في المغرب اللي سولي عيش من بعد الزنزال وكادير انا في السكر لو سيجيان من بعد هاتين سكريات الاغنيه في حسنيه تكادير صافي تنتت ما كان داخل السبب الكيكير جوور لاعب قديم وصف في الحسنيه تكادير لعب غيس من سنه 72 73 في السن في الصغار ار الكبار لعب غيس من 1977 ل 85 غصة السهرة أكدود إن شاء الله راه نحاول نزري كران اللقطات كراو مارك لارياش تي القصيد الجديد تنتت يلا يسدو مسكريات السيمانة سكرت العنوان سيكاتي ديانير سكرتني في المناسبة إن شاء الله حسن زيم عضو الجمعية تيرين وكال غير كلي كل تسلم كان قد تسر تحتفل الجمعية تيرين وكال في المناسبة الرقصة الجزائرية العمد الموضوع إيجا شوية مختلف إيجا جد حساس إيجا مهم جدا تيجاند لغة الأرض لغة الأرض قال هي الموضوع اللي تسوي المندوية دقا اللي كانت من دوال اللي كان مهمة جدا شارك من إسكال الوجوه اللي كان وجوه وزينة حمس المغرب على المستوى الثقافي وعلى المستوى يعني اللي تحرك نحمس القضية الأمازيغية تكفى ينت الصديق المهم يلقى حضور ليس حضور جماهيري كبير يلقى حضور من طرف الأساتذة الباحثين من طرف الطلبة شعبة الأمازيغية في أكادير كذلك
حضرتك سي العدد اللي تزنيت اللي قال مهتمين في الميدان الثقافي الامازيغي. بالنسبه للغصه كلا ندوه الصحفيه سعد الغيلا في القاعه، ندوه الصحفيه اللي شاركني العدد الفنانين اللي قالوا معروفين احسن اللي تدبات كريكا تاني سوى الفيس في المشاركه نسي سوى الفيس في الجديد نسي سوى الفيس في العلاقه نسوس. من بين الفنانين اللي شاركني محمد الصريد اللي قيسنا حسن دي صغناس اللي حريف اللي قيسنا مجموعة مراني اللي حمس نزنيت اللي قيس مجموعة كور دو باريز اللي لها جوشكا حمس الكوليستان كانت في شرق ديدنا لكن اللي قلت السلمة تير هو كان ردت تيرها تسكر كل حاجة اللي مختلفة أدتو بدنا حمس المغرب ولا برا المغرب إلا أيضا شاركنا مجموعة التقراولة حمس الأفرس، شاركنا كذلك مجموعة لارياش حمس نوبادير المجموعة اللي كان مانش كيدور وجود باين غير هذه الجمعية كاين هو كان تبين لي زودت زودت زغنا زودت العدد المجموعات اللي كان لنا منسيين كان مهمشين كان هكذا كان الدور من بين الاهداف الجمعية كاين هو كان هذه 70 الفنان اللي فارح الميدان الفني باش تمرتو وغدو بالنسبة للجمهور بالنسبة للمجموعة الأخرى اللي عملنا هو أوركسترا فيصل حتى أنت واش كان تحمسنا حتى أنت تحمسنا سميتو الأطلس اللي حضرت الاثنين شاركت المشاركة اللي كانوا مهمة لسي تقليل الأعداد وجود التزنيت عاود ثاني لا ميدان التنشيط اللي كيس رشيد أسلان اللي دار لنا يعني العدد الحوايج مادينين متوسطين ديال العدد الجديد اللي تبقى ثاني العمل حنا خرت لا تنازلت فتره تبع مرات اللي راه يختم السفر ان شاء الله.